نتابع مشاهدينا هذا اللقاء تحت عنوان اغتيال الاعتدال. ما زلنا نتذكر الشهيد اللي سقط امبارح محمد شطح، كل الشهداء اللي سقطوا معه، وينضم إلينا الآن قائد حملة نحن مش أرقام، ناطق باسم حملة نحن مش أرقام، محمد ستيتي. هذه الحملة بدأتوها امبارح لتقولوا أنه في شهداء آخرين غير الشهيد الأساسي اللي الاغتيال كان يعني هو سببه وهو المقصود فيه، وبيصير في كولاترال دامج مثل ما بيقولوا يعني حواليه. طبعا محمد الشعار صورة أثرت بالكل، شاب صغير مبتسم للحياة وبلحظة هيك بتكب انفجار بتنتهي حياته. رح انتقل لأحكي معك محمد شو عم تعملوا على فيسبوك على تويتر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد نحن بنحيي كثير جهودكم. بس قبل كان عندك تعليق ستنا على البرامج السياسية، وخذي راحتك حتى يعني بدك تنتقدي هذا البرنامج كل البرامج، تفضلي تعليقك مثل ما بتحبي تقولي هوا لك. تعليقي بالنسبة للبرامج السياسية هي عم تعمل احتقان كثير كبير بهالبلد. يعني هالقناة بتستقبل عالم ضد، وهالقناة بتستقبل عالم ضد، وبيصيروا هال يعني كل انسان مثلا نحن مع 14 اذار، فلان مع 8 اذار، وهالاحتقان اللي بين بعضهم بيصير، هالخناق اللي بين بعضهم، يعني هذا كلياته عم يولد عند الشعب وعند اللي عم يحضروا هالاشياء، عم يولد كراهية وحقد وعم بيتفجر لما احدى الشخصيات مزبوط بتروح، يعني بتحسي حالك انه انت من داخلك من جوا في عندك شيء، بتحسي حالك انه البلد قريب بده ينفجر من وراء هالبرامج هيدي. يعني او حتى فريق من الناس عم بيحسوا لما يتم اغتيال شخصيه كانه تخلصوا من عدو، مزبوط، مش كانه يعني لبناني سقط مزبوط نتيجه افكاره وارائه اساسا. لهالسبب انه لو في انه البرامج تخفف شوي من هالاحتقان السياسي والمذهبي والطائفي، يعني هيدي الاشياء هيدي يعني صراحة بتحسي بس هي بتجيب نسبة مشاهدة عالية. مزبوط، بس أوقات بتحسي حالك إنه لما بتكون مثلا إذا كنت مرتاحة نفسيا فيك تحضري للبرنامج، إذا كنت شوية نفسيتك تعبانة مستحيل تقدري تحضري هاد البرنامج، لأنك بتحسي حالك إنه أنت بعض الأحيان بيخليكي تحسي بانهيار، لأنه هذا يعني أنت مانك قادرة، بتوصلي لدرجة انه انت الشخص مجرد ما بيقولوا على التلفزيون مثلا مقابلة مع الفلان الفلاني وفلان الفلاني، يعني بتقولي بدي حبة تهدئة الأعصاب. مزبوط. بس خليني هون بدي انتقل يعني لأستاذ زاهر. يعني أستاذنا، في فكرة اليوم بالبلد انه الناس بتحضر شو اذا اثنين عم بيتساجلوا لو في شتائم، يعني بالعكس كل ما كان في صخب اكتر كل ما نسبة مشاهدة بتعلى. في ناس يمكن ملوعين تعبانين ما بدهم يشوفوا سجال ومشكل، بس في ناس الاكثريه بتحضر بتشاهد. بكل دول العالم بيصير في مناقشات وفي ديبيتس وفي اللي بدك اياه على تي في، باهم دور متحضره، بس مشكلتك في لغه تحكيها على التي في. نحن عندنا كسرنا هذا الحاجز من زمان، ما بقى في انه اثنين عنده كل واحد ميول سياسي او عنده نظره سياسيه يطلع يحكي بطريقه مهذبه مع الثاني. انا بقدر وصل فكرتي للي ضدي بطريقه سوبر مهذبه وسوبر مرتبه، بس في بدك تكوني لبقه، بدك تكوني كيف تعرفي تحكي على التي في. بس وقتا نطلع نحكي بقله التهذيب بالمسبات بيحمل كبايه وبطرق واحد فيها، بجيب سيرة الصبابيط وطهر نيعك ومدري شو، هدول ما بينحكوا استاذ، ما بينحكوا، عيب. شو بتحضر اكثر، برنامج فيه سجال او نحن متهمين مثلا بالهدوء الزايد عن حده بانه ما في سجالات، انه في حكي سياسي، بس الناس بدها شو؟ ما حدا قال لا، وانا ما بحضرهم كلهم. ما بتحضرهم؟ انا بنقي بس شخصين ثلاثه بلبنان بحبهم وبحضرهم. انا بحضرهم كلهم، انا بدي اشوف الشباب بحضرهم كلهم. انا بحط حتى فود نتورك وبحط وايلد ديسكفري، ما بحضر تلفزيونات لبنانيه ابدا، بس اذا كان في حدا مهم خرج واحد يحضره، لانه كل الطاقم الثاني الباقي مثبت وصريخ وعيط وكب كبايات مي، بتفوتي موتره على التخت اخر شيء، ثاني يوم الصبح عندك شغل. بتفضل الديسكفري تشانل بس في نجوم عالم الحيوانات فود نتورك والطعم. محمد السيتية، بدي ارجع اذكر حضرتك ناطق باسم حملة نحن مش أرقام. مش أرقام. خليني يعني اسألك من الأول، لماذا أطلقت هذه الحملة؟ وهل فعلا هي حملة لمحمد الشعار؟ أم هي حملة لتقولوا إنه محمد شطح مش هالقد مهم؟ لا، في ناس أهم.
بس انه الاغتيال تم لهذه الشخصيه لمحمد شطح. اذا بدكم تعملوا حمله لمحمد الشعار لازم يكون في هجوم على محمد شطح. بدايه بدي اتشكرك واتشكر تلفزيون مستقبل على الاستضافه، ونتمنى الشباب يطلعوا اكثر على التلفزيونات بركي بيخففوا الاحتقان اللي كنتوا عم تحكوا فيه من شوي، لانه اكيد بظن عندهم ماده يمكن احلى شوي من السياسيين، بس بدهم شوي فرصه ليطلعوا. ما عندنا شك. بخصوص الحمله تاعت نحن مش ارقام، القصه بلشت لما شفنا صراحه محمد مدد على ارض الانفجار وتاخروا حتى شوي طاقم الطب ليقرب منه. الصوره كانت كثير مؤذيه وكثير مؤلمه. انا ما بعرفه شخصيا لمحمد، وفي كثير شباب ما بيعرفوه، بس مجرد ما شافوا شاب من عمرهم او قريب من عمرهم مدد هالارض ورجعوا شافوا الصوره تاعيته مع رفقاته اللي بنعرف كنا اثنين او ثلاثه منهم، كثير استفزتنا الصوره، كثير قهرتنا. حسينا كل واحد فينا ممكن كان يكون بهيدي اللحظه عم بياخذ صوره صح. من شوي وحينفجر بعد لحظات وما كان عارفين. هذا اكثر شيء صراحه اجج مشاعرنا واستفزنا لحتى نطلع بشيء حتى نقول بقى انه بكفي، نحن كثير مقهورين كشباب. الشيء الثاني صراحه اللي كمان استفزنا هو طريقه تعاطي الاعلام مع الانفجار. يعني نحن صحيح نحن بنعرف انه الدكتور محمد شطح هو المستهدف الاول، والله يرحمه ويرحم كل الشهداء، يمكن ابتداء من المفتي الشهيد حسن خالد مرورا لاخر تفجير سياسي نحن عم نعيشه. بالنهايه نحن قلنا عشرات السنين عايشين بهذا الجو المرعب. بس اللي استفزنا كمان غير موضوع غير منظر ومشهد محمد، هو كان لما ينقال انه استشهاد الدكتور محمد شطح وثمانية اخرين او خمسة اخرين او اربعة اخرين بدون تسميتهم. نحن بهاي اللحظة قلنا لا، انه هدول الشباب بالنهاية منهم مجرد رام. صحيح. هدول شباب اهلاتهم تعبوا عليهم، اهلاتهم ربون لوصلون لهاي المرحلة، اهلاتهم حاطين طموحات كتير كبيرة عليهم ومعلقين امال عليهم، بدهم يشوفون باحلى مراكز مربيينهم. كل ولد بعيون اهله بيسوى الدنيا. حسينا حالنا كلياتنا محمد شعار بهيديك اللحظة. قلنا انه لا، الموضوع شوي مزعج انه يتسموا الاشخاص هذول باخرين او عدد القتلى 8. مع احترامنا الشديد للدكتور محمد شطح اكيد، ونحن بنعزي عائلته وبنعزي لبنان بفقدانه، بس كمان الشباب هذوليك هن مش ارقام، هن اشخاص، كل واحد منهم هو مشروع مستقبل، بالاخير هذول مستقبل لبنان. اذا كلهم عم بيروحوا بهيك انفجارات، يعني اللي مش عم يتفجر حيهاجر وحيقرف من هذا الوضع. وفي كثير شباب انا شفت تعليقاتهم على الانفجار انه عن جد قرفنا ومسافرين او مهاجرين وبطل بدنا نجي. بس في كمان نوعيه ثانيه من التعليقات اللي كانه استغلت هذه الحمله اللي عم بتقولوا فيها نحن مش ارقام، هيدول الشهداء لازم ينحكى عنهم. صحيح كل اللي عم بتقوله مزبوط، بس لما باي محل يتم اغتيال شخص معروف طبعا بدها الميديا تغطي عن الشخص المعروف لانه الناس بتعرفه. أكيد. يمكن لو ما الشاب محمد الشعار لو ما اخذ هيدي الصوره قبل لحظات ومبين السياره وراه، كمان حملتكم نحن مش ارقام يمكن ما كنتوا عملتوها حتى، بس ثاقبت في صوره يعني مجسده حياته وابتسامته قبل لحظات، وهيدي اهميتها للميديا اللي اليوم افتتحت فيه نشرات الاخبار واللي حكيت عنه. بس محمد شطح المستهدف الشهيد اللي دفع اذا بدك حياته دم للبلد، شو ذنبه انه البعض دخل الى حملتكم ليجي يقول انه احيانا يعني يتعرض لشخصه بعد ما اندفن الرجل؟ بالنهايه نحن لما نستنكر عدم ذكر شباب اكيد ما بيهون علينا انه ما نستنكر دماء اخرين. بالنهايه نحن ما في عنا دم بسمنه ودم بزيت، ما في دم شريف ودم غير شريف. بالنهايه الشهداء كلهم شهداء. ما في عنا حدا احسن من حدا، بالاخير كلهم طلعوا عند رب العالمين والله يتقبل شهادتهم. نحن بالنسبه لنا هيدول الاشخاص كلهم مثل بعض، سواء كانوا سياسيين او غير سياسيين. للاسف طبيعي نحن عايشين بلبنان وشايف الجو الاحتقان الطائفي والمذهبي اللي عم بيتغذى امرا من وسائل الاعلام واللي عم بيغذوه بعض السياسيين. هذا الشيء اكيد بيولد ناس عندهم حب لاستغلال بعض المواقف لبعض الحملات، بس هذا الشيء ما بيشوه حمله طويله عريضه. يعني انا حريص انه شوف الكومنتس وشوف ردود الفعل. الحمد لله معظم او غالبيه الردود، حتى انا ما شفت قليل جدا جدا كانت التعليقات السلبيه، لانه الناس عن جد تعاطفت مع القضيه الانسانيه، وهذا اللي كان مطلوب، لانه احنا عن جد حابين نطلع بقى من البعد السياسي الطائفي ونتوجه اكثر نحو البعد الانساني من الموضوع. دم محمد شطح ودم محمد الشعار هن مثل بعض،
بالاخير اثنيناتهم عندهم عائله، كان كل واحد فينا تعرف. ممكن يكون واحد نعم. بدل لهدول الاشخاص. هلا كنا عم نقول قبل يعني مع ست ام وسام انه نحن لنسمي الشهداء اللي تم استهدافهم قد ما صاروا كثار، في صعوبة كتير كبيرة تسمي الأسماء للأسف. بتخيل كل مرة كمان الميديا بده يطلع يقولوا استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفيقه باسل فليحان، ونرجع نعد الموكب. كل شخص غالي صحيح على أهله، بس 37 شخص، يعني عم تتخيل محمد؟ مع أنه نحن كتير منحييكم على هذه الحملة ورح كمل معك، بس بدي انتقل إلى رانيا أنطوان غانم وإلا مساء الخير، هي عبر اتصال هاتفي معنا. رانيا كنا متمنى تكوني معنا باستوديو، يا ريت بيعلوا لنا صوت الشباب لنسمعها. مساء الخير. الو بونسوار. يا هلا. بونسوار مساء الخير مدام بولا. اهلا وسهلا رانيا، يعني اكيد المشهد اللي شفتيه امبارح ذكرك بمشهد أليم كثير لإلك، مشهد يتمك إذا فيي أقول، فعلا إنسانيا اليوم شو بتقولي لعائلة محمد شطح، لعائلة محمد شعار، لكل عائلات الشهداء اللي بعدهم مفجوعين ومصدومين؟ أكيد يعني بداية مدام بولا أنا بدي أحيي ضيوفك الكرام ويلي هم مرقوا بنفس التجربة اللي نحن قطعنا فيها وشربوا من نفس الكيس، واسمحيلي بداية اتوجه باسمي واسم عائلة أنطوان غانم بأحر السعادة لعائلة الشهيد الوزير شطح وعائلة محمد الشعار وكل الشهداء يلي سقطوا امبارح بهالعمل الإرهابي، وبدي اتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين من جراء الانفجار، كما انه بتوجه باحر التعازي لتيار المستقبل وقوى 14 اذار بوجه خاص ولكل لبنان بشكل عام. وبحب اقول انه هذا العمل الارهابي يلي حصل امبارح مش بس طال عائله الشهيد شطح، وانما طالنا كلنا، طال كل شخص بيؤمن بالعداله والاعتدال، وكل شخص بيؤمن بلبنان الحضاري ولبنان الفكر والانفتاح. امبارح كنت عم تابع الحلقه يلي تم بثها عبر محطتكم الكريمه من منزل الوزير شطح، ورجعت عشت نفس الوجع يلي حسيته نهار 19 ايلول 2007 تاريخ اغتيال والدي انطوان، خاصه انه مزايا الشهيد شطح بتشبه كثير صفات والدي انطوان. فقالوا عن الشهيد شطح انه شخص معتدل، رجل حوار وبيقرب وجهات النظر، والبسمة ما كانت تفارق وجهه، فهيك كان أنطوان غانم. مزبوط. ولكن للأسف مدام بولا كما يبدو أنه هيدا هو قدر الأحرار، قدر كل شخص معتدل مفكر وبيحب وطنه، فالمجرمين ما بيقدروا يواجهوا الكلمة الحرة بكلمة أخرى، وإنما بيلتجوا دائما لأسلوب العنف والغدر والقتل لإسكات صوت الأحرار، لإسكات صوت الحر، صوت أنطوان وبيير ووسام ووليد وكل شهداء ثورة الأرض بدون استثناء. وكمان هم ما عم يدركوا إنه بالرغم من قتل شهدائنا وتصفيتهم جسديا، فشهدائنا بدمائهم سطروا تاريخ لبنان ودخلوا التاريخ من بابه العريض، وافكارهم رح تضلها خالده تنتقل من جيل لجيل. وكمان من المؤسف انه المجرمين بيعتقدوا انه بكل اغتيال رح يلووا ذراع ثوره الارز ويزرعوا الاحباط بالنفوس يلي بتتنفس حريه وعنفوان، ولكن ما عم بيستوعبوا انه كل اغتيال هو بمثابه تشحيل لاغصان الارز اذا فينا نقول، وهالامر بيزيد الارض تجذر وشموخ. رانيا يعني انا بشكرك وبحيي هالروح اللي عندك، بس رح تنزلي بكره على تشييع محمد شطح، رح تكوني موجوده مع عائلته، بتعتقدي اللبنانيين رح ينزلوا يودعوه بكثافه؟ يعني انا بتمنى اكيد رح انزل وكلنا رح ننزل، وبتمنى انه كل انسان حر، كل انسان بيؤمن بالعداله وخط الاعتدال انه يكون موجود بكره. بس بعد بيقول جميع اللبنانيين انه ينزلوا بكثافه. بعد بيقول شو الجدوى رانيا؟ شو النفع؟ شيعنا كثار.
سوري بس كيف بتوطوا التلفزيون؟ بدي اشكرك، كنت رح اطلب منك انا هيدا الطلب. اوكي، الهدف هو انه نحن بالنهايه منآمن بالقضيه اللي استشهدوا من اجلها شهدائنا، ونحن مستمرين على نفس الخط، ونحن منا من الاشخاص اللي بنستسلم، نحن مع الحريه والسياده والاستقلال، يعني مهما جربوا يخونونا، مهما جربوا يعني يخففوا من هالحماس اللي عنا هي، نحن مستمرين ورح ننزل بكثافه، وانا بآمن انه دم الشهداء ولا ممكن انه يروح هدر، لانه ما في اعظم انه الانسان يستشهد من اجل حريه وسياده واستقلال لبنان. عندك ايمان بعداله ستاتي من المحكمه الدوليه بصراحه؟ اكيد، لانه نحن من الاشخاص اللي منآمن بالعداله، وبالنسبه لنا العداله هي اساس الملك، وهي السبيل الوحيد لوقف سلسله الاغتيالات. ما في استقرار بدون عداله، ما في سلم اهلي بدون عداله، فنحن ما رح نستسلم ولا رح نستكين مهما واجهنا عرائيل وتحديات واتهامات باطله بالخيانه، لانه ما بيموت حق وراء مطالب، فكيف اذا كانوا المطالبين بالحقيقه والعداله كتار بالالاف والملايين؟ بتعرفي رانيا، بدي اقول لك شغله ويمكن ما لازم اقولها، بس في كثير ناس ما فقدوا والدهم، ما فقدوا شهيد، بس ما عندهم هيدي الروح ايضا، يعني استسلموا قبل بكثير دون ان يكون لديهم ضمن العائله هالقد حدا قريب منهم واستشهد بهذا الشكل. يمكن عم تحكي كلام بيشبه كثير كلام اللي قاله امبارح الرئيس سعد الحريري اللي فقد والده، واللي كثير من المحيطين فيه واخرهم مستشاره، وبيقول بدي استمر وبدي كمل وبدي ارجع على لبنان وما عندنا غير هالبلد وهيدا املنا. انا بشكرك، عندك كلمه اخيره؟ انا بدي اتشكرك مدام فولا، وبالنهايه بدي اتشكر هالمحطه الكريمه، وبدي احيي ضيوفك والمشاهدين الكرام، واتمنى لجميع اللبنانيين المزيد من الامن والايمان بلبنان. نحن بنشعر اننا مقصرين مع عائله انطوان غانم، سلامنا للعيله، للوالده، للجميع، وكمان نتذكر الله يخليكي، كمان بدنا نتذكر بوجودك معنا كل الشهداء اللي سقطوا ايضا في هذا التفجير بمنطقه سكنيه مكتظه، كمان اشخاص عاديين رايحين على شغلهم قاعدين على البلكون ما لهم علاقه كمان فقدوا حياتهم. شكرا لك ست رانيا. بدي اوجه تحيه لروحهم. صحيح، شكرا. نحن مشاهدينا هنتوقف مع فاصل ونرجع الى ضيوفنا باستوديو من مكان الجريمه.